بسم الله الرحمن الرحيم. افتتحت الجلسة. سيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، نلتقي مجددا في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، والتي يتضمن جدول أعمالها 30 سؤالا شفهيا موزعة على قطاعات مختلفة، وذلك طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقع. في البداية نستمع إلى المراسلات التي توصلت بها الرئاسة، فليتفضل السيد أمين المجلس بعرضها عليكم. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير، سيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب البرلمانيين محترمين. توصلت رئاسة مجلس النواب بالنصوص التشريعية التالية، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يرمي إلى إحداث صندوق لدعم توزيع الصحف المغربية، تقدم به بعض أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الباب الثامن في التجار في البشر، تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. مشروع قانون رقم 144-12 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية المدفوعة الأجر، مراجعة 1970 المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 54، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 7 رمضان 1434 16 يوليو 2013. كما توصلت رئاسة مجلس النواب ب 32 سؤالا شفويا و 53 سؤالا كتابيا. كما توصلت رئاسة المجلس برسالة من لدن السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يخبرنا فيها بطلب السيد وزير الصحة بتأجيل الأسئلة الشفهية الموجهة إليه والمدرجة في جدول أعمال جلسة يومه الاثنين 22 يوليو 2013، وذلك نظرا لوعكة صحية ألزمته الفراش. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا سيد الأمين. نشرع الآن في بسط أسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا.